اهلا بكل حضراتكم مره تانية. رجعنا عشان نبتدي معاكم بقى اولى فقراتنا الحواريه، وزي ما كنا بنقول لكم من شويه احنا طبعا كلنا في انتظار وعلى احر من الجمر في انتظار لقاء القمه المرتقب غدا ان شاء الله بين الاهلي والزمالك، وكلنا مستنيين ان احنا نتفرج على او نجد ما يسرنا ان شاء الله واحنا بنتابع احداث هذا اللقاء. هنتكلم بقى في كل التفاصيل دي مع ضيفنا العزيز اللي منورنا في حلقتنا النهارده، كابتن فتحي نصير نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق والمحاضر الدولي والافريقي. صباح الفل على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا كريم. صباح الخير يا نهوان. صباح الهنا. والله العظيم بنسعد بوجود حضرتك معانا بجد، وقبل المباريات اللي هي ايه المباريات الثقيله فعلا. ناوي وشك حلو بصراحه على طول ان شاء الله ربنا ينصرنا يا رب ان شاء الله. وفتحي نصير يعني اكيد ان شاء الله. كابتن فتحي خليني ابدا مع حضرتك بصراحه، ومش هبدا على الماتش بتاع غدا، انا عايز ارجع معاك الاول نوستالجيا شويه ونتكلم على المباريات والاستعدادات بتاعه ماتشات القمه ايام جيل حضرتك. ايه الخصوصيه بتاعتها؟ دايما نقول في حاجه خاصه، حتى وان كان المباراه اللي احنا بنتكلم عنها مضمونه خلاص احنا حسمنا الدوري، بس ما فيش حاجه اسمها اخش العب بمثلا مجهود اقل او استعداد اقل. لا خلينا نرجع شويه برضو بالجيل زمان. لا الاجيال السابقه تختلف كليه عن دلوقتي، لان ليه بقى؟ الحياه مختلفه. طب زمان ما كانش فيه موبايل، دلوقتي بقى فيه موبايل، طب بقى فيه واي فاي، بقى في سوشيال ميديا. السوشيال ميديا الحاجات دي كلها ما كانتش موجوده. احنا كنا موجودين زمان لما مثلا الفرق كانت بتلعب، كل لاعب نفسه كان بيمني نفسه انه يلعب هذه المباراه او يلعب المباريات الكبيره للاستمتاع، والجمهور رايح ليستمتع، مش ان هو رايح بيبقى تحت ضغط عصبي او كده. ما كانش في ضغط زمان؟ لا 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 ما كانش. حتى في ماتشات اهلي وزمالك؟ حتى اهلي وزمالك عارفين كل فرقه بتبقى مقيمه نفسها قبل المباراه، فبتشعر كل معسكر من المعسكرين هو حاسس فرقته هي المتكامله، هي اللي موجوده، هي اللي كده. فكان اللي بيعد نفسه اعلى من الثاني لان مهاراتهم كانت تقريبا متساويه. طب وعلى صعيد الجمهورين كانت الاوضاع عامله ازاي؟ برضو الجمهورين نفسه يا كريم، كان الفرقه دي او الفرقه دي الجمهور بيتمنوا قبل المباريات بيقعدوا يتناقشوا ويتحاوروا الاثنين مع بعض، يعني الجمهورين قاعدين زمان في القهاوي والكافيهات دلوقتي والكلام ده كان يقعدوا في القهاوي، يقعدوا في التجمعات، لكن بيتحاوروا يعني كل واحد يتخيل ويمني النفس ان هو بكره هنكسب وبكره هنعمل ايه وكلام. واعتقد المناوشات بينهم كانت لطيفه وقتها ومقبوله. لا اكيد اكيد يعني كل ده كان بيحصل، واللعيبه كمان كان بقول كامل النضج، لان ما كانوش فيهم لسه الهزه بتاعه السوشيال ميديا. دلوقتي انت اي لاعب بيتحرك، اي لاعب بيعمل اي تصرف، طب على طول العالم كله بيعرف. طب انا لسه سامع دلوقتي انتوا كنتوا بتتكلموا في البرومو على محمد صلاح. الله، ما هو ده كان برضو اللعيبه دي بتحصل الحاجات دي كلها زمان، بيصيفوا عادي ما حياه يعني في حياتهم وكده، ولازم يرجع لحياته الطبيعيه الاصلانيه اللي بدا بيها. ليه؟ عشان دي مهمه جدا، مش بدنيا، مش فنيا، مش مهاريا، مش خططيا، ولكن ذهنيا. صح، لازم نفصل، لازم نفصل البشر يعني، الجهاز العصبي، الجهاز النفسي، الجهاز كل ده لازم له حق من الراحه وله حق من التدريب. طب يعني اللي احنا بنشهده اليومين اللي احنا عايشينهم دول، وبالذات بمعرفه او عن طريق السوشيال ميديا، هل ده معناه ان طبيعه الجمهور اتغيرت، ولا دي قوه تاثير السوشيال ميديا؟ الاثنين. يعني الجمهور دلوقتي بقى ساعات يعني ايه قاعد على السقطه واللقطه زي ما بيتقال، ما بيفوتش اي حاجه لاي حد. ما هو ما بيفوتش لان هو عارف بالموضوع. الحاجات دي لما كانت بتعرف زمان فالجمهور ما كانش بيتكلم، ليه؟ لانه ما عرفهاش. ما كانش الناس بيعرفها. يعني لكن هي دي جزء فعلا من حياتنا. لا، واستباحه التدخل السوشيال ميديا ليها جانب يعني غير جيد تماما، اللي هو استباحه التدخل في حياه الاخرين. يعني لسه كنت والله في حديث سريع الموضوع، بس هقوله سريع، مع واحده صديقه يعني، وهي دكتوره عامله دكتوراه في علم النفس، فبتقول لي السوشيال ميديا خلتنا ننفر من بعض اكتر. بقول لها ازاي؟ بتقول لي لان احنا بقينا حياتنا مستباحه بشكل، فبقينا نعرف التفاصيل، فبقينا داخلين في حياه بعض، فبقينا نحكم على بعض، فبقينا
نقارن حياتنا بغيرنا، فبقت السوشيال ميديا بتخلينا بجد ننفر من بعض، كل واحد مش قربتنا غلط، هي مش تواصل اجتماعي، هي لا تنافر لا اجتماعي. تنافر لا لا يعني كل واحد اصبح اللي قدامه كتاب مفتوح، عارف كل حاجه، عارف انا عارف ايه اللي تحت الجاكيت بتاع كريم، القميص مش عارف ايه. انا ممكن اخش على الفيسبوك عند كريم اعرف متجوز امتى ومخلف كام ولاده في مدارس ايه واصحاب ولاده مين، يعني حاجه بقت وحاجات اكتر، دي معلومات عامه. طب ده اضر اكتر مما افاد؟ طبعا، ان انت خلاص كل واحد عارف التاني بطريقه، يعني المفروض يبقى فيه خصوصيات لاي بني ادم، صح؟ فالخصوصيات دي الناس شايفاها انها لا، دي ليه يعمل كده؟ ليه انت هتحاكمني؟ وانا انا ما انا حر، انا انا جاي هنا زي زيك، انا دلوقتي انت تحاسبني جوه المستطيل الاخضر كلاعب كوره بالظبط. جوه المستطيل الاخضر بكره ان شاء الله، متوقع ايه اللي هيحصل؟ متوقع ان مباراه، طبعا احنا لعبنا قبل كده مع الزمالك، لكن الدوافع كانت في المباراه دي مختلفه. صحيح، يعني هنا الدوافع مش دوافع البطوله، لان الحمد لله اتحسمت خلاص، توج بالبطوله. طيب مش دوافع الثلاث نقاط، لان خلاص النقاط طيب. احنا عندنا يبقى في دوافع تاني، دوافع تانية المحافظه على اسم هذا النادي بطل افريقيا، المحافظه على مكانته في مش داخليا، مش جوه مصر، أيوة. على مستوى العالم، على مستوى افريقيا، على مستوى، لان الافارقه كلهم بيتفرجوا يشوفوا بطل افريقيا هيعمل ايه في المباراه دي. صحيح. طبعا ما بيتفرجوا طبعا. نفس الوقت دوافع نادي الزمالك له دوافع تانية أكيد. اتغيرت، مش بيفكر بقى برضو في النقاط لان الوضع تقريبا حسم بالنسبه له، لكن بيفكر في حاجه انه ازاي يعني ياخد اللقطه، او ازاي يقول انا موجود، يثبت وجوده، يثبت وجوده ايه مع بطل افريقيا كان مباراه عالميه. احنا زمان كريم ونهون كنا بنجيب الفرق في مثل ريال مدريد، وكنا بنجيب برشلونه، كنا بنجيب الفرق دي نلعبها وتبقى ماتشات عالميه، ده يعتبر ماتش عالمي بالنسبه للزمالك. ليه؟ لانه جايب فرقه كبيره اللي هي بطل افريقيا اللي هي مطلوبه، وفي نفس الوقت مطلوب ان هو يؤدي عليها مباراه بدون ضغوط عصبيه من اجل اثبات الذات، ويقول ان انا لسه موجود يا جمهوره، طبعا له جمهوره له ادارته ومعاه مدرب برضه محترم، لكن فرقه النادي الاهلي فيها اصبح النضج الكروي موجود عند مجموعه اللعيبه اللي هو بيختار منهم كل اللعيبه، خلاص وصلت النضج الكروي، نضجه من جهه ايه؟ بدنيا مكتملين، فنيا نضجوا، خططيا استوعبوا فكر الرجل، مهاريا زادت المهاره عندهم طبعا، واستغلال المهاره لصالح المجموعه طبعا، ان كل واحد عنده مهارته بيلعب في المكان ده، لكن بيلعب في المكان ده باسلوبه، لكن تحت اطار واحد اللي طب. هو الشكل العام اللي بيلعب بيه كولر. طب انا عايز اسالك برضو كابتن فتحي على الروتيشن اللي بيحصل مع كولر حاليا، مقارنه برضو بالجيل بتاع حضرتك، بتشوفه ايجابي ولا سلبي؟ ساعد على استعاده القوه البدنيه والتركيز للعيبه ولا لا؟ وهل كان بيحصل بالكم ده برضو وقت ماتشات زمان؟ لا لا، زمان اولا ما كانش بيحصل الكلام ده، لان ما فيش ماتشات كتير زي دلوقتي، فمش بتحتاجوا للروتيشن يعني اصلا، يعني الروتيشن ما بيبقاش، يعني الروتيشن لسوء المستوى اما او لفكره معينه، الفرقه اللي قدامي هتلعب زون فهتبقى مقفله جامد، فانا محتاج للعيب المهاري، من اللعيب اللي بيلعب بدماغه عشان في الاوفرات، اللعيب اللي بيشوط عشان يسدد، لا ده الفرقه اللي قدامي بتلعب مفتوح، جيم مفتوح وتضغط، يبقى محتاج للراجل المهاجم السريع اللي انا بلعب، فالتغيير للتغيير خططي لغرض حاجه في اسلوب اللعب بتاع المباراه، لان زمان انت كنت بتلعب مباراه واحده في الاسبوع ما بتزيدش، يمكن لو زادت مره، لكن عاده كان زمان كانوا 12 فرقه زمان، وبعدين زادت بقى ل 14، فاذا على طول الموسم، وبعدين ما كانش فيه كم البطولات اللي الاهلي طبعا. انت بتقول خمس بطولات النادي الاهلي فاز بيهم، طب الخمسه دولت اذا بطوله، اذا خمس حاجات مشاركات مختلفه بدوافع مختلفه باساليب لعب مختلفه بتفوز بيهم كلهم كمان، مختلفه باجواء مختلفه، كل التغييرات الحاجات الكتير دي
تربك اي حاجه، تربك اي جهاز عصبي عضلي موجود للبني ادم للبشر، فان هو ينجح في انه يعمل التكيف يعني. التكيف او البالانس يعني كده الادابتيشن عليها والشغل ده طبعا عايزه يعني ايد جراح ان هو يقدر يحدد بالظبط ايه اللي هو عايزه. على اساس كده انت دلوقتي عندك مجموعه لعيبه تقولي هيختار مين، خلاص هو شايف ان هيختار اللي هيأدي له لهذه المباراه بناء على الفرقه الثانيه بتلعب ايه. فانا عندي الاسلحه المتوفره. الحقيقه في الفتره الاخيره من ضمن الحاجات اللي كلنا واخدين بالنا منها ان ايا كان المنافس مين وايا كانت البطوله اللي الاهلي بيلعب المنافس فيها، بتحس ان الاهلي حتى ولو مش من البدايه قوي بس في مرحله مبكره نسبيا من احداث اللقاء ايا كان اي يعني بين الاهلي ومين، ان الاهلي بيفرض اسلوبه. ففكره فرض الاسلوب والاستدامه في فرض الاسلوب معناها بس ان اللعيبه بتوع النادي الاهلي تقال، ولا كمان معناها ان كولر دارس كل المنافسين كويس قوي حتى في الفترات الزمنيه القصيره اللي ساعات يعني بتبقى متاحه ليه قبل كل لقاء من دول؟ هي دي طبعا كل الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه مظبوط. بناء على ايه؟ انا قلت كلمه النضج، الكره النضج في كل حاجه. اللعيبه بقوا مجهزين انهم يلعبوا باي اسلوب وباي طريقه وباي فكر. فانا لما بلعب ضاغط مثلا على سبيل المثال زي ماتش الاتحاد تلت ساعه ضغط ضغط هدفين، الضغط ده عايز لياقه بدنيه عاليه وعايز ترابط بين اللعيبه، لان الضغط ما بيحصلش من لاعب واحد أكيد. لازم الفرقه كلها تضغط وعايز اذن اللياقه. وصلت ان انا سجلت هدفين ابدا اغير تاني. بيقولوا الاهلي ايه ده بقى استرخاء، مش استرخاء، هو بيريح نفسه، حقق الهدف من المباراه. مباراه تكسب ولا تلعب، يعني خلاص احنا كسبنا مش عايز بقى مش ده عايز ده بقى مصطلح قديم بقى، لان احنا كنا بنقول دي مصطلحات جديده، ده موجود من زمان. يعني دلوقتي بس زمان بقى ما كانش يتقال قوي زمان، ما كانوش يعني بيقولوها اعتقد تكسب ولا تلعب وتلعب ولا تكسب والكلام ده ما كان. لكن المدرب بقى يقول ايه، خلاص حافظوا على نفسكم، مش عايزين اصابات، مش عايزين انذارات، مش عايزين فاولات، مش عاوزين اي حاجه كده. المجهود ما تستنفذوهوش، المجهود الذهني اهدوا بيه، العب بالريتم التاني. زي انت مثلا ماشي بتسوق عربيه وعايز تخش في سبق للمسافه معنا، مشيت وعديت المسافه، بعد كده خلاص انت وصلت للنقطه المعينه وهتكمل. كمل بقى نزل الهادي تاني على الهادي انك انت هتوصل. كابتن فتحي، بمناسبه حضرتك بتتكلم عن الاصابات، كان معانا امبارح فقره تحديدا عن الاصابات ومدرب الاحمال والملف ده. يعني هل كان زمان حجم الاصابات زي اللي احنا بنشوفه دلوقتي، رغم ان احنا دلوقتي عندنا مميزات ما كانتش وقت حضراتكم اللي هي فكره التكنولوجيا والطب الحديث وغيره؟ يعني رغم ده برضو احنا الاجيال الجديده لا تسلم من الاصابات والاصابات الكثيره، هل ده كان زمان برضو موجود؟ لا ما كانش فيه اصابات. وايه السبب برضو؟ كم الاصابات دي ما كانش متواجده في زمان الاجيال القديمه واللي بيلعبوا. انا كنت يعني مثلا لما بدرب كنت بسال هاتولي لاعب حصل منه اصابه عضليه نتيجه شد او تجمع او الا الاصابات القدريه، ودي برضو كانت قليله جدا لان اللعيبه كانت بتحافظ على يعني بعضها. كانت الالتحامات زمان اقل من دلوقتي مثلا، الالتحامات لان طرق اللعب زمان كانت مفتوحه. لما مفتوحه فالمساحات خاليه، فالمساحات الكبيره فما فيش اي التحامات كتيره. في نفس الوقت غير الالتحامات ان اللعيبه كانت بتحافظ على نفسها، النوم صح، التغذيه صح، التدريب صح، كل ده كان بيساعد برضو على ان اللعيبه ما تصابش. دايما نقول الاصابات دلوقتي كترت ليه؟ لان كتر عدد الماتشات، كترت عدد المباريات، كترت الضغوط والاهداف لكل مباراه. كل ده انت مش بتتعامل مع بني ادم، انت بتتعامل مع جهاز عصبي، والجهاز العصبي ده اللي انت بتضغطه ويقول لك اصله متنرفز النهارده، انت بيكلمك بس اهدى. الناحيه العصبيه دي هي الجهاز العضلي لا يمكن يعمل الا بجهاز عصبي، والجهاز العصبي مرتبط بالمخ. فاذا المخ لما بيتحرك ويبقى عليه ضغوط كتير
الجهاز العصبي لما يتعب تحصل اصابه، يحصل ايه؟ ان انا رجلي هحطها فاللعيب بيشوط، لو انا الجهاز العصبي سلمي الاشاره تجيلي سريعه هشيل رجلي عشان ما اتعورش، او انا جاي اشوط لقيت واحد قدامي لو انا جهاز العصبي سليم هغير قراري بسرعه، ما بغيرش بشوط لاقي رجله في رجله. كل الحاجات دي او يعني اسلوب الحياه دلوقتي مع المباريات غير اسلوب الحياه صحيح. زمان مع صحيح. المباريات، التغذيه زمان غير، النوم غير، الصحه غير، الحاجات دي كلها. طيب كابتن فتحي هنروح بس المداخلة مهمة جدا، معنا سيادة العميد محمود القاضي مسؤول الشركة الإفريقية لتأمين مباراة الأهلي والزمالك، ومهم جدا نتكلم ونعرف من حضرتك سيادة العميد صباح الخير في البداية طبعا عن الترتيبات الخاصة بدخول وحضور المباراة والتوقيتات وغيره وغيره يا فندم، اتفضل سيادة العميد. استاذ نهاوند صباح الخير، واستاذ كريم صباح الخير، وصباح الخير على الكابتن فتحي مصير، و ان شاء الله النهارده يعني مباراه القمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، طبعا الكلاسيكو الكره المصريه اللي كل محبين الرياضه سواء في مصر او في الوطن العربي بيتابعوها. ان شاء الله المباراه ستقام على استاد القاهره الدولي في تمام الثامنه والنصف يوم الخميس باكر. بالنسبة لأعداد الجماهير المنتظر حضورها طبقا طبعا لتعليمات رابطة الأندية، هي مباراة دوري فالجماهير 6000 مشجع، بتبقى 3000 لكل فريق. طبعا جماهير النادي الأهلي متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يسار، وجماهير النادي الزمالك متواجدة في مدرج الدرجة الثالثة يمين. الأبواب المخصصة لدخول الجماهير، النادي الأهلي من باب صلاح سالم، وجماهير الزمالك من باب النصر. إن شاء الله المباراة هتقام في الثامنة والنصف، فتح الأبواب واستقبال الجماهير اعتبارا من الساعة الرابعة. ممكن الضيوف وأعضاء مجالس الإدارات واتحاد الكورة والرابطة هيدخلوا من باب آل رشدان ومنه إلى المحصورة الرئيسية. بالنسبة للصحفيين والإعلاميين هيدخلوا من باب الفروسية المطلة على نادي الزهور، ومن خلال نفس الباب هيدخل اللاعبين والحكام. ممكن نتكلم على قائمة المحظورات أو الممنوعات صحيح. لتنشيط ذاكرة الجماهير، يعني طبعا الموضوع ده بقى في محفوظ وعي بقى او في وعي صحيح محفوظ، ولكن يعني للتذكره احنا بناكد على ممنوع الشماريخ، ممنوع المعلبات المحفوظ فيها الاغذيه، ممنوع الشعارات واللافتات المسيئه، ممنوع الليزر، ممنوع الشواحن. لسه سياده العميد يا انت كنت سالتي هل لسه مش عارفه الاجابه وصلتك ولا لا؟ هو لسه ممنوع شحن التليفون. طب الباور بانك حتى الشواحن والباور بانك والاسلاك الموصله ليها طبعا دي ممنوعه حفاظا على سلامه الجماهير. وبرضه بناكد طبعا ان بقت الجماهير عندها وعي بالممنوع والمسموح، ولكن في برضه مازال جزء من الجماهير بيجي معاه بعض المخالفات دي كنوع من عدم الدرايه، يعني في ناس برضو مش متابعه القنوات التلفزيونيه او حاجه، فاحنا بناكد تاني ان الحاجات دي ممنوعه وما تصاحبهاش معاك لان مش هتدخل بيها. في نقط فرز على الابواب يعني مخصصه للانسات والسيدات، وفي حارسات امن مخصصه للتفتيش. دي ببساطه كده يعني الحاجات الاساسيه اللي ممكن تهم جماهير الكوره. طيب وان شاء الله المباراه تعدي يعني في اطار الروح الرياضيه، وهي مباراه عاديه في الدوري طبعا. الفائز هنقول له الف مبروك، واللي ما ربنا ما وفقوش هنقول له هارد لك تتعوض في المباراه اللي بعدها. طيب من ضمن الحاجات اللي حضرتك تفضلت بيها ان الوعي ابتدى يبقى زايد عند الجماهير باستثناء قله قليله، وقلنا يمكن عشان مش عارفين المعلومه نفسها. طب الوعي اللي زاد ده مش المفروض ان ينتج عنه، وخصوصا ان كان في كلام ابتدى يتقال في الفتره الاخيره فيما يتعلق بمساله الزياده النسبيه في اعداد الجماهير اللي تحضر؟
يعني دي ان شاء الله انا يعني متابعتنا للمؤتمر للحفله والمؤتمر الصحفي اللي كان اقام بمناسبه الموسم الجديد. كان السيد رئيس رابطه الانديه كان وعد ان يبقى في زياده في الجماهير. على ارض الواقع الوعي اللي حضرتك بتتكلم عليه هو ده اللي بيساعد المسؤولين ان هم ياخدوا الخطوه دي. يعني القرارات ما بتبقاش قرارات احاديه من جانب المسؤول فقط، ولكن المنظومه بالكامل هي اللي بتساعده ان هو ياخد مثل هذه القرارات. المنع التام للجماهير لمده تجاوزت 5 سنين مش بالسهل ان انت مره واحده ترجع جماهير تاني ويحصل لا قدر الله اصابات او وفيات، فالقرار فيها بيبقى صعب لان ده مرتبط بارواح بني ادمين ومرتبط بسمعه الدوله. والرياضه دلوقتي اصبحت دبلوماسيه، يعني خبر ان في تدافع او لا قدر الله في اي حاجه في ملعب، الخبر ده بيتحط على قائمه الاخبار في كل دول العالم، كل وكالات الانباء بتنقل ان لا قدر الله حصل حاجه. يعني الرياضه وخصوصا كره القدم يعني دي من الحاجات اللي كل الدنيا بتتابعها وبتحطها في اولويتها. لذلك يعني احنا مستبشرين خير ان شاء الله في الموسم الجديد ان المسؤولين ينجحوا في زياده الاعداد نظرا لزياده الوعي لدى الجماهير ونجاح المسؤولين عن التنظيم والتامين في الخروج بالمباريات دي لبر الامان. وحصل ان يعني في اكثر من مناسبه كان فيها اختبار حقيقي سواء كان للجماهير او المسؤولين عن اداره وتنظيم المباريات، ونجحت هذه المواعيد زي مباريات الاهلي في البطوله الافريقيه سواء كان مع الوداد او الترجي او الهلال، كلها مباريات كانت كامل القوة وخرجت على الوجه اللي يليق بسمعة الكرة المصرية وأظهرت الوجه الحقيقي للوعي. هو الحقيقة في هذا الإطار سيادة العميد برضو كلمة حق لازم تتقال، إن في إشادات واسعة الفترة الأخيرة اتقالت عن كل العاملين في وكل التابعين للشركة الإفريقية فيما يتعلق بمسألة حسن التنظيم وحسن التعامل مع الجمهور كمان، فدي يعني كلمة حق لازم تتقال. يعني طبعا شكرا لحضرتك على هذه الإشادة. ده إقرار لواقع على فكرة مش مجاملة، يعني بننقل لك يعني رؤى ناس كتير للشركة وللخدمات اللي انتوا بتقدموها، الحقيقة مشكورين عليها. يعني احنا بنسعى في ان احنا كمان نطور، يعني على طول انا بقول لحضرتك ان في منظومة عمل شغالة في الشركة الإفريقية، احنا بعد كل مباراة بيبقى في اجتماعات مستمرة وفي مجموعة عمل بتعمل على تلافي الملاحظات، و يعني في خليه شغاله للخروج المباريات دي بالشكل ده. يعني النجاح ده ما بياتيش من فراغ، في مجهود كتير قوي الناس ورا الكواليس، مش بس ان المسؤول بيطلع يتكلم في الشاشات والتلفزيون بس، ده في مجموعه عمل متخصصه سواء كانت من الاتش ار اللي بتنتقي، سواء كان التدريب اللي بيدرب الناس على الثبات الانفعالي وان هو يقدر يتعامل، الناس اللي هي بتاعه العمليات المختصه في ان هي تتابع الماتش وترصد السلبيات والايجابيات عشان نقدر كل ماتش بنزيد عن الماتش اللي قبله ويظهر الشكل الحضاري بإذن اللي حضرتك بتتكلم فيه باذن الله. سياده العميد ونشوف حضرتك بكره باذن الله في المباراه ان شاء الله. اشكرك سياده العميد، توفيق للفريقين وان شاء الله المباراه. يعني اخر حاجه احنا بنوصي الجماهير ان الالتزام بالروح الرياضيه، الالتزام بالتشجيع، عدم الخروج عن النص. هي في الاخر مباراه، النادي الزمالك كسب الدوري السنه اللي فاتت والناس كلها باركت، دوري السنه دي الاهلي كسبه ودي رياضه فيها مكسب وخساره مش نهايه الكون. احنا ماتش الكوره بالنسبه لنا دي الحاجه المتنفس للشعب المصري ان هو بيفرح بيها واحيانا بيحزن فيها، فده مباراه. انا بنقول للجماهير ده مش نهايه الكون، مش معنى ان الاهلي اخذ الدوري ان جماهير الزمالك تبقى زعلانه. طب ما هو الزمالك اخذ الدوري السنه اللي فاتت. صحيح. لازم نلتزم بالروح الرياضيه وما ننطقش وراء ان احنا مثلا حد يكون عنده انفعالات زياده او حاجه زياده، ده رياضه في الاول وفي الاخر ومصدر فرحه وبهجه للشعب. صحيح. المصري، فرحه وبهجه ببلاش، يعني صحيح. احنا بنتبسط ببلاش من غير ما نتكلفنا حاجه. صحيح. فان شاء الله المباراه تخرج في اطار الروح الرياضيه. سيادة العميد بنشكرك جدا، أكيد أنا وكريم وعلى هذه المداخلة. سيادة العميد محمود القاضي والمعلومات أكيد المهمة واللي نكون مهتمين كمان نحنا نأكد عليها قبل كل مباراة علشان السادة برضو المتابعين دلوقتي يكونوا عندهم كل المعلومات المهمة. وهختم بس الكلام أو هقول جزئية على الجزء الأخير اللي اتكلم فيه سيادة العميد. هو في وعي كبير جدا من قبل الجماهير المصرية بصراحة، لازم نشيد ليها، ويمكن ده اللي دفع رابطة الأندية في المؤتمر الصحفي يعني تتحدث
نتحدث بعوده الجماهير بالعدد الكامل او بكامل العدد في الفترات القادمه. انا لو هقارن كمان ولو انتم تتفقوا معايا برضو هو كابتن فتحي اللي بيحصل عندنا في الاستاد مقارنه باللي بيحصل في الاستادات في اوروبا، لا احنا افضل بكتير، الوعي عندنا افضل بكتير. معلش الهتافات العنصريه والمشاهد العنصريه والاعمال بتاعت العنف اللي احنا شفناها وشاهدناها الموسم اللي فات او الموسم اللي لسه خلصان، يعني الموسم اللي انتهى، كانت مقارنه بمصر لا تقارن اصلا. فلا احنا عندنا كم من الوعي دلوقتي، حتى شواحن الموبايلات في حين ان كان في لقاء يعني. ما شفنا واحد يعني من الجمهور داخل بمنشار كهربائي وصلت لمرحله فكره الشاطئ. انا بحب اكد على معقوله الشاحن كمان مش هناخده، الشاحن مش هناخده. فيعني لا في التزام وفي وعي كبير بصراحه، الحق يقال. لا في يعني الحقيقه، والناس يعني هي كره القدم للاستمتاع. يعني انت رايح تستمتع، زي اللي بيحب المسرح بيروح يتفرج على المسرحيه، بيروح اللي بيروح يتفرج على الفيلم يشوف فيلم. فانت رايح تستمتع بهذه المباراه، مش في تفكيرك بقى السب والقصف والاهانات للغير او للنفس او للزميل او للجار اي حاجه. فالحمد لله ان شاء الله مصر في طريق مصر الجديده في الطريق الصح ان شاء الله. فكره حضرتك بكره ان شاء الله، طبعا كالعاده هنرجع ونقول ان الماتشات اللي بتجمع بين الاهلي والزمالك بيبقى لها خصوصيه شديده وبعيده عن اي حسابات، تمام؟ اكيد اكيد. تعتقد ان بكره الزمالك هيقفل خطوطه ويعتمد على الهجمات المرتده، ولا بالعكس هيبقى بيهاجم بكل ما استطاع من قوه من الدقيقه الاولى لاثبات الذات، لمحاوله تغيير انطباع معين متاخد؟ هو مدربه مش صغير، مدربه مدرب كويس طبعا، ومدرب من المصنفين. فاذا هو هيتعامل وحاسس ان كولر قدامه، عارف ان دي بيعامل مع دماغ. يعني كولر ده دماغ، عارف بيتعامل ازاي مع الفرق اللي قدامه، عارف ازاي بيتعامل مع فرقته، ولعب في المناسبات الكبيره ولعب في مباريات كبيره. يعني النادي الاهلي بقى عنده ميزه في اللعب مع فرق كبيره قمم، يعني نهائيات في افريقيا، مباريات في كاس العالم، تصفيات، مباراه حاسمه زي بتحدد بطولات، بتحدد وصولنا لفين. كل الخبرات التراكميه اللي اللعيبه اكتسبوها واللي المدرب برضه عرفها في افريقيا، لان هو لما جه كان في اول جه ما كانش لسه لم يدرس مش يدرس ما كانش يعرف بالظبط ايه الكره الافريقيه. يعرف كره افريقيه لكن ما عرفهاش ودخائلها ومخارجها وكده. لما عرف وظبط نفسه عرف ان هو بقى على التراك الصح وقدر يعني يعمل. هو هيبقى برضه السؤال ده بيقول ان في اتنين مدربين بيلعبوا بعض زي الشطرنج، هيتلاعبوا ازاي باسلوب اللعب، بطريقه اللعب، بخطه اللعب، بانتقاء اللاعبين اللي هينزلهم، بتقسيم المباراه، هيبدا ازاي، هينهي ازاي. دي اتنين مع بعض، الكره الكولومبيه مع الكره الاوروبيه اللي بيمثلها كولر. فاذا هتحس ان في مباراة الناس هتستمتع بيها أكيد، لأن كل واحد عنده فرق أدواته اللي بيقدر ينتج بيها، مع وجود إن كل انتصاراته في البطولات السابقة والمباريات الفاصلة والمباريات الحاسمة دي إدت للفرقة قناعة بشغل الراجل اللي هو بيتكلم معهم، وإدتهم قناعة بإنهم إزاي يبقى عندهم ثقة في الله وفي أنفسهم، إنهم الصبر هيوصلهم في النهاية للمكسب إن شاء الله. الدوافع عند الزمالك ربما البعض تحدث عنها، وأنا قريت بعض ما كتب يعني في السوشيال ميديا وفي تويتر وبعض الصحف الإلكترونية، تحدثوا عن نقطة كومن يعني كانت مشتركة، وهي فكرة أن الدوافع عند الزمالك هذه المباراة تحديدا، هذه القمة تحديدا مختلفة تماما، ربما من ناحية كمان الروح المعنوية، لأن هو داخل بيلاعب الأهلي على مباراة ولكن هي محسومة، يعني البطولة خلاص تم حسمها بالزبط. ففي فوارق، يعني المباراة دي مش هتبقى زي كل مباريات القمة المعهودة، في اختلاف. فبرضو ده إزاي حضرتك بتفسره من وجهة نظرك أو خبرتك، وازاي ممكن يؤثر على سير المباراه؟ اكيد لا، هو هيلعب هذه المباراه وهدفه واحد، عنده دافع واحد، يفوز وخلاص، انه يفوز المباراه، يبقى انا فزت على بطل افريقيا.
الاهلي ما بيتعاملش على انه بطل الدوري حتى عشان يبقى فيها ترضيه للجمهور لجمهوره والمحبيه وكده. يعني مش هيبص على ان انا بلاعب النادي الاهلي في الدوري المصري عشان بطوله الدوري. لا، ده انا حاطط هدف اسمى عنده ان ده بطل افريقيا، فانا ازاي اتفوق على بطل افريقيا. وممكن كمان يكون بيفكر ان انا مش الدوري راح، انا لو فزت في المباراه دي يبقى كاني خدت الدوري. ممكن يعني جدا في دماغه، لكن ما هو افريقيا هتبقى اعلى من الدوري يعني، هي كلها معنويه. اما كلها فاهم انه عليه ضغوط مش سهله. ليه مش سهله؟ ان ازاي البطل بيلعب بلغه البطل، بيلعب بثقافه البطل، بيلعب بامكانيات البطل، بيلعب بامكانيات مش البطل المحلي. ما هو الدوري بطل محلي وافريقيا، يبقى على مستوى افريقيا والشرق الاوسط والفرق دي كلها. اذا هو بيلعب بس ده مش حاجه جديده يعني، هو مش متفاجئ يعني، ما هو الاهلي على طول عمره كده. ما هو بس بيلعب يعني دافع موجود يعني. لا، الدوافع لهذه المباراه لها خصوصيه خاصه حتى عند كل، انه لازم يكمل الموسم واللعيبه عندها تركيز عالي جدا 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 انهم يكملوا الموسم في حركات تانية بدون هزيمه بدون لسه كنت عايزه اسالك والله يا كابتن يعني فتحي، الكلين شيت اللي عندنا ده وبلا هزيمه ده، يعني ده فعلا موسم استثنائي بالمعنى الحرفي يعني. ما هو ده دوافع، كل دي دوافع لصالح النادي الاهلي، انه هو ازاي يدافع على انه مرماه ما يتمناش بهدف، ازاي يدافع عن انه بيكسب على طول، ازاي يدافع عن بطولاته اللي هو واخدها، ازاي يدافع عن الوصول اللي هو وصله على مستوى القاره كبطل افريقيا. الخماسيه بقى، على ذكر البطولات، الخماسيه اللي اتحققت مع كولر في غضون سنه دي لوحدها برضو تستحق التامل الحكايه دي. لا، هو يعني بيرد، هو بيقول لك انا اتغلبت خمسه فانا جبت لكم خمس بطولات، فاللي هو من سان داونز لما اتغلب خمسه والناس قعدت يعني تهاجمه وهو ما كانش لسه يدرس يعني، ما درس وتعمقش في اسلوب لعب الكره الافريقيه قوي، فتغلب خمسه. فهو جاب لك خمس بطولات. ايوه، خمس دول ممكن برضه يعني، فبقول لكم انا جبت لكم خلاص على كل هدف جبت لك بطوله، ففي خمس اهداف، لكن البطوله دي بقى اللي تكمل ان شاء الله. طيب انا معلش كنت بتاب وعايزه بتحصل مهم. عندي سؤال مهم جدا واتكلمت فيها انا وكريم في الانترو كابتن فتحي، وكان مقترح هروح شويه للمنتخبات بقى سريعا. كنا بنقول المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول، ليه ما يبقاش في شراكه ما بين يعني فيتوريا وميكالي، ان احنا ندي فرصه للمنتخب الاولمبي يشارك في وديات وغيره مع المنتخب الاول، وربما ده بيعطيهم فرصه ان هم يبقى عندهم من الخبرات اللي تسمح لهم بعد كده نبقى شويه احنا كجماهير مطمنين في القادم ليهم المباريات، طبعا ان لسه اللي جاي اصعب بكتير من اللي عدى يعني. فليه مقترح زي ده ما بيحصلش، خصوصا ان احنا عندنا ازمه ان مش كل يعني تقريبا مش الفريق او المنتخب كله الاولمبي هو ما بيشاركش بشكل اساسي حتى وان كان محسوب على الفريق الاول في الفرق المختلفه، فحلها كده ممكن يكون ولا ايه؟ لا يعني انت قصدك ان يشارك معاه يعني ياخد لعيبه منه او كده ولا ايه؟ يشاركوا معاهم مع المنتخب الاول في وديات على الاقل يعني يكتسبوا خبرات، يعني ياخد لعيبه من المنتخب الاولمبي بالظبط، يتم الاتفاق ما بينهم. لا، ما هو بيحصل كده. بيحصل فين؟ طب عايزين نعرف. بيحصل باستثناء ان هي دلوقتي المنتخب الاولمبي في بطوله، والبطوله محدده بسن. طب. يعني ما يقدرش ياخد اكتر من 23 سنه العمريه دي، فهو عايز يعمل التآلف والتوافق بينهم في موجود المباريات الرسميه، فهو عشان كده هو مركز قوي ان في المجموعه اللي هو مختارها دي يقدر ان هو يلعب مباريات. اما فيتوريا ما بياخد واخد لعيبه يعني، ابراهيم علي ما هو برضه في منتخب اول وبياخده معاه، وفي لعيبه كتير موجودين. انا عايزه كم اكبر كم يتم ترشيحها، ده اللي انا بقوله. هو عشان ومش كده واحد او اتنين يا كابتن فتحي. المنتخب الاولمبي محتاج لخبرات، خلينا نبقى يعني واقعيين شويه. المنتخب الاولمبي بتاعنا وان كان هو من الفرق الاولى او من الفريق الاول للانديه، لكن ما عندوش من الخبرات لانه ما بيشاركش بشكل اساسي، ففي نقص خبرات على عكس المنتخبات الاولمبيه اللي في الدول الاخرى. ده واقع ولا انا بتكلم غلط؟ لا، ده واقع. هقول لك الصح اكتر بقى. فضل. وكلامك سؤال يعني فعلا. احنا المنتخب الاولمبي تسجل 23 لاعب في البطوله دي، ولعبنا المباراه النهائيه مع مين؟ مع المغرب. المغرب بتسجل 23 لاعب،
المغرب عندها 20 لاعب من ال 23 في الدوري الاوروبي. طب طيب محترفين. فارق كبير. 20 وثلاثه في الدوري المحلي. طب احنا بشكل اساسي يعني. اساسي، احنا في الدوري المصري ثلاثه في الدوري المحلي و20 ما بيلعبوش في الدوري المحلي. بالظبط بالظبط. نسبه صحيح. صعبه جدا. يعني عندك حق. انا جبتها لحضرتك. حضرتك بلغه الارقام اهو بالاعداد يعني. دي ما فيهاش يعني بترجم حضرتك. اذا ال 20 لاعب دول لك تقولي طب انت ازاي وصلنا ووصلنا للمباراه النهائيه رغم هذه الفوارق في الخبرات؟ الروح القتاليه. طب وهي الروح القتاليه دي مش هعتمد عليها على طول. أيوة. يعني الروح القتاليه هي اللي دوبت الفارق بيننا وبين لاعيبه المغرب اللي هم بيلعبوا في الدوري الاوروبي. الحاجه الاكيده يعني ان احنا في شويه حاجات محتاج يعاد النظر فيها فيما يتعلق بالمنتخب الاولمبي، وان كان الحقيقه برضو احنا اللي لما تابعناه وجدنا ما يسرنا في ضوء المتاح. تمام بالظبط. يعني يعني كتر خير الدنيا على كده. والحمد لله هم وصلوا لمرحله المتاح يا كريم. يعني نتمنى بصراحه وصلوا يعني قصدي اقول لك ان هواند ان هم حققوا الهدف المنشود من البدايه، فكره التاهل للاولمبياد، ونبني على كده بقى ان شاء الله فيما هو قادم باذن الله. اكيد اكيد ان شاء الله. احنا بنشكرك يا كابتن فتحي، نورتنا. متشكرين يا كابتن كريم. كابتن هواند انا خدت اللقب ده هنا في قناه الاهلي والله. نورتنا على البوابات حتى بره كابتن هواند. نورتنا كابتن فتحي، وان شاء الله كالعاده وشك يبقى حلو على الاهلي، وبكره تكون مباراه تكسب وتلعب في الاثنين ان شاء الله. هنستمتع بكره مباراه، وربنا يوفق النادي الاهلي ان شاء الله. بطل افريقيا وبطل مصر. طبعا كالعاده. هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع للفقره الاخيره، وهينورنا زميلنا العزيز جدا يعني احمد رشاد، وكان منورنا قبل كده في فقره، وهنتكلم عن الالعاب الاخرى، ومحضر لنا كمان يعني كواليس كتيره جدا وحصريات. خليكم معانا.